بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الدكتور سيد أحمد أحمدو من جامعة الملك خالد قسم الهندسة الميكانيكية. حندرس مع بعض هنا الكورس اللي هو الهيت ترانسفر، كورس انفورميشن، كورس نيم الهيت ترانسفر انتقال الحرارة، كورس كود ME423. الكريدت أور هنا عندنا أربعة، فيها 3 theoretical و 1 lab. نحن هنا حنركز على theoretical بارت. قبل ما تبدأ معنا الكورس اللي هي ترانسفر، لازم تكون دارس من قبل ثيرموداينامكس 1 فلويد ميكانيكس 1. ثيرموداينامكس 1 هذه متوفرة عندك على قناة المقررات المفتوحة لجامعة الملك خالد الأوبن كورسز. الكتاب اللي حنعتمد عليه هنا هو الهيت ترانسفر براكتيكال ابروتش لمؤلفه يونس. هندرس مقرر الهيت ترانسفر من خلال 7 شباتر. الشابتر الاول حيكون البيزكس اوف هيت ترانسفر، ميكانيزم تبع الهيت ترانسفر، انواع انتقال الحراره من كوندكشن وكونفكشن وراديشن. نبدا اولا ب هيت كوندكشن اكويشن، بعدين ناخذ ستيدي هيت كوندكشن اكويشن. لاحظ هنا درسنا في التو شابتر، الاولى درسنا فيها الكوندكشن، وبعدين نبدا بالكونفكشن ونشوف الفاندمنتال اوف كونفكشن، الفورسد الاكسترنال فورسد كونفكشن، الانترنال فورسد كونفكشن، ونختم في الشابتر السابع بالهيت اكسشينجرز المبادلات الحراريه. هذا المقرر، هذا الكورس الهيت ترانسفر هو يعتبر متطلب سابق لمقررات اخرى مثل الباور ان ديسالينيشن بلانت، او في بعض الجامعات ممكن تلقاها زي الكورس يكون باور بلانتس، وكمان كورس ثاني اللي هو ديسالينيشن ووتر. بعدين نشوف الكولينج اند اير كونديشنينج، هذا متطلب السابق هو الهيت ترانسفر، تبريد وتكييف، وكمان الانترنال كومبشن انجن اللي هو محركات الاحتراق الداخلي. اتمنى ان شاء الله انه يكون هذا الكورس مفيد للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.